عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نوريكم كيفاش كنبرموا الحرير على جوج شعرات ونص. كنت وريتكم كيفاش نبرموه على ثلاثة ديال الشعرات باش كنا كنتعلموا، ولكن دابا تبارك الله مشديتو الغرزه، غنوريكم كيفاش بدات تخدموا على جوج شعرات ونص. شنو الفرق ما بين ثلاثة وجوج؟ غتقولوا لي هو ان ديال جوج ونص كتجي حلوه في الخدمه، كتطلع دغيا وكتجي حلوه، ما كتجيش غليظه وما تجيش رقيقه بزاف ودغيا كطلع. كنضربوا عصفور بحجر وحده، كتجي حلوه في المنظر وكاليتي وهي اللي كنستعملوها، وكتجي دغيا كطلع في الخدمه. غنحتاجو جوج فنيتات، انا كنستخدم الرجل ديالي. دابا حتى نوريكم، غادي نحتاجو جوج فنيتات. غادي نطلقوا هادي، هاد الصبره راه عندي على اربعه ديال الشعرات. طلقت هنايا فتله وهنا الفتله. شنو الفرق؟ انه وحده فيهم خصها تكون طول من الاخرى، هذه خصها تكون طول من هذه على الاقل، وما بعدا تكون واحد 10 سنتيم. علاش؟ انا غادي نقول لكم علاش. كيكونوا مقاربين الفنيتات مع بعضياتهم. غادي نشدوا هذه اللي قصيره وغنحيدوا منها جوج شعرات، غنحيدها ونرجع لكم. انا موالفه كنخدم على رجلي في هذه، كتتفقصنا انا بعدا تنسى نوريكم كيفاش تبقى تخدموا على رجليكم. انا حيد دابا جوج فتلات، بقاو ليا جوج. ها هي دابا اش غادي نديرو؟ غادي نشدو فتله وحده من هنا هكا، حيدوها من هاد الجهه، هادي حيدو وحده. وفين غنديروها؟ غنديروها هنا هاكا، غنديروها من هاد الجهه هادي، وما نقطعوش هاد الخيط، ما نقطعوش، نديروها في هاد الجهه هادي. يعني كيبقاو لنا هنا جوج وهنايا وهنا ثلاثه، هي كنسميوها هي جوج ونص. كنشدو نبرمو هاد الجهه، انا حيت عندي طويله غنبرمها على ثلاثه، غنبرم ثلاثه المرات، وهنايا غنبرم ثلاثه المرات، ونلاقيهم ونبرم اربعه المرات. هاد الجهه هادي غنبرمها هكا، غنشد الفتله هنا ونهبطها لتحت، النوبه الاولى والنوبه الثانيه والنوبه الثالثه. غنعاود نفس العمليه هنايا، غادي نبدا من هنا ونهبطها لتحت من فوق لتحت ثلاثه د المرات. وفاش نلاقي هاد الجهه مع هاد الجهه نقادها مزيان، غادي نطلع من تحت للفوق اربعه د المرات، النوبه الاولى النوبه الثانيه والنوبه الثالثه والنوبه الرابعه. كنتمنى تكون مفهومه. انا غادي نصوبها حداكم وتشوف. انا درت داكشي اللي قلت لكم. دابا اش غندير؟ غنقبط يدي هنا، جيت الخرصه باش ما تقطعليش، وانا قابطه الصاب الحرير من الفوق. واش غادي ندير؟ غادي نجبد هاك، انا جبدتها مزيان صافي. اش غادي ندير انا دابا؟ جبت المقص وعاد غادي نقطعه هنا في الوسط هاك. شنو ولات عندي هنايا؟ واحد الخويط خرصه، الخرصه وواحد الخويط. هاد الخويط انا غنوريكم كيفاش كنديرو ندفنوه ان شاء الله في الخدمه. هكا كتجينا الحرير مبروم، هادي كنسميوها جوج ونص. غنكمل معاكم كيفاش غادي نديرو، نزيدو نبرمو. يعني حيت قطعناها قطعنا وحده، قاتلينا هاد الطرف، يعني وحده دايره هكا، خدينا غير جهه وحده، يعني بقات لينا الجهه اللي من هاد الجهه هي هادي قصيره. كنديروا لها سهله داك جوج فتلات اللي حيت، انا غادي نردهم ونجي. ها هما جوج فتلات اللي حيت من هنايا قبيله، وانا غنردهم لهنا.
قدهم هكا، غنشد الفتله اللي قطعنا قبيله، هاد الفتله اللي بقات بوحده اللي قطعناها، اللي قطعناها من هنايا. اش غندير؟ غنطلعها من واحد الجهه وحده، من جهه وحده، اما من هنا ولا هنا اللي بغيتو. وغادي نخلي هادي طويله، طلقها ها هي طويله، شتيها؟ غنخلي هاد الراس شويه يكون طويل الفوق، ها هو. ونبرم هاد الجهه كي وريتكم قبيله، ونبرم هاد الجهه كي وريتكم قبيله. كما قلت لكم غنشد راس الفتله مع الراس اللي هنا الخرصه، ونجبد هكا ونحيد. هيا كذلك هنايا عندي خرصه والخيط طويل، هو اللي غندفنو في الخدمه. غنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه، تنديروا الحرير شحال ما بغينا. يعني الفكره العامه ان كيكون عندنا اربعه ديال الفتلات، كنحيدو جوج نخدمو بيهم، وكنهزو فتله وحده من هنايا كنديروها من جهه وحده، وكنخدم كنبرمو. يعني هذاك الفتله اللي خدينا من هنا كتقسم على جوج، النص كيمشي مع جوج والنص كيمشي مع جوج الاخر. انا نوريكم كيفاش كنخدم في صبعان رجلين، حيت نعتبروا هادو ما صبعان رجلي. انا كنشد اللي بغى يخدم، انا كنطلق الحرير بالصبع الكبير، مثلا هذا هو الصبع الكبير ديال رجلي، كنطلق فيه انا الحرير بزاف، كنطلق فيه الشعبه كامله، كنطلقها فيه حيت موالفه ما كيتخبليش، كنطلقها فيه. بقى ندي ونجيب، ندي ونجيب، ندي ونجيب، حتى كنطلق الفتله كامله. كنجي هذا الصبع هذا اللي تيكون حدا الصبع الكبير، كنطلق فيه الفتالي يا ربي، كنمشي الضغط، هذا هو اللي كنطلق فيه الحرير كامل. وهذا الصغير الصبع الصغير كنطلق فيه الحرير اللي طويل، هاد الجي هذا اللي طويل كنطولو بعشرة سنتيم، تنطلق فيه تا هو غير شويه، لانني هذا كناخذ منه غير شويه. هذا هو اللي كنستعمل بزاف الحرير. وكنشد هاد الصبع هذا اللي حدا الصبع الكبير، كنبدا نهز من هنا جوج فتلات القصار ونركبهم هنا، وكنجر خصله وحده من الفتله ونديرها على هاد الصبع، ونبرم هنايا كاينين ثلاثة، ونبرم هنايا كاينين جوج، ونلاقي ونبرم كله. فاش كنسالي كنقطع هاد الخيط اللي كاين هنايا، ونعاود نهز نحيدها نحيدها، عاود نهز جوج فتلات نركبهم هنا، وداك الطرف اللي بقى لي من داك الفتله كنولي نديرو على هاد الصبع، وكنخلي راس الفتله بحال اللي وريتكم قبيله هنايا وافي، وكنبرم كما وريتكم، ونجبد ونحيدها. نبقى عاوتاني هكا كلاميم شوز. شنو الفكره؟ كتاخذوا جوج شعرات، والشعره من هنايا كتقسم على نص، النص كيمشي مع جوج شعرات ونبرموه، نهزو جوج شعر جوج فتلات من هنا، عاوتاني داك النص كنبرموه معاه، حتى كنستمروا بهذه الطريقه وتنكملوا الحرير. كنتمنى يكون الشرح واضح ووصلكم، وحاولت نبسطه لكم. ها هي الفتله الاولى، ها هي الخرصه، وها هي هذه طويله، هذه خصها تكون طويله باش نخدموا عليها. كنخدموا عليها شي ثلاثه د الغرزات وهذا وصافي، وكنقطعوا لي شاط باش كترتق لينا مع الخدمه. كنتمنى يكون الشرح واضح وكافي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.